حياكم الله مشاهدينا من جديد، ما زلنا مستمرين معاكم، فقراتنا بعد مستمرة. لطالما اعتبرت الإضاءة من الحاجات وضروريات الملحة والمتواجدة في حياتنا اليومية والعملية، واليوم نتحدث معاكم عن أصل حكاية الإضاءة، كيف بدأت وكيف تطورت بعد عبر الزمن وحتى وقتنا الحالي. نرحب معاكم مشاهدينا بالأستاذ محمد نبيل دندون، مهندس ديكور. يسعد صباحك أستاذ، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك، صباح الخير. حياك الله. في البداية نتكلم عن أصل حكاية الإضاءة، متى بدأت؟ الإضاءة بدأت من العصور القديمة، يعني من أول بداية الإنسان ابتدى يكتشف الإضاءة. يعني الحياة اليومية تبعت الإنسان بتتطلب الإضاءة في حياته اليومية، فبدأ الإنسان العصور القديمة، بداية الإنسان عن طريق النيران. يعني اكتشف الإضاءة عن طريق النيران وطور من نفسه عن طريق صار يستخدم الزيوت، صار يستخدم في المساكن، كانوا يستخدموا في المساكن بناء المساكن عن طريق جذوع النخيل، فكانوا يستمدوا الإضاءة عن طريق الفتحات في المساكن عن طريق إضاءة الشمس وإضاءة إضاءة طبيعية. الإضاءة الطبيعية، نعم. طبعاً حاجة الإنسان للإضاءة، خصوصاً يمكن الإنسان البدائي كان يحتاج إليها، كان يعتمد دائماً على نور الشمس، لكن في الفترة المسائية القمر والنجوم. بعدين لما اكتشف النار وطريقة استخدام النار والخشب وغيره، هذا الشيء ساعد الإنسان أنه هو يقوم بمهام أكثر خلال فترة الليل، أو حتى يمنع الحيوانات أو يخف الحيوانات. هذا بالنسبة للإنسان البدائي. لكن تطورت الإضاءة بشكل مذهل جداً، يعني من خشب، من زيت، من شمع، صار الإنسان الحين نتكلم عن أمور جدا دقيقة في الإضاءة. أستاذ محمد، في القرن 18 شهدت الإضاءة تطور جدا كبير على يد عدد من العلماء، خبرنا عن هاي التطورات في الإضاءة. هلأ التطورات الإضاءة تقريبا بدأت عام 1780، اخترعوا أول مصباح اللي هو يعني بيشتغل عن طريق الزيوت، وظل التطور يمشي لما بعدها عام 1790 صار المصباح يعمل عن طريق الغاز. لما تطور لأيامنا هاي اللي هو المصباح بيشتغل عن طريق الكربون، على المواد الكربونية وعن تمديدات الكهربائية، والمصابيح الكهربائية تطورت عن إضاءة الحديث الـ LED وهاي الشغلات. يعني التطور لحد أيامنا هاي وصل. نعم، نتكلم في وقتنا الحالي، تطورت الإضاءة بشكل كبير مثل ما ذكرت، وأعتقد أن حتى صناعة الإضاءة تطورت والمواد اللي نحن نستخدمها والتقنيات الحديثة، نتكلم عن هذه الأمور كلها. التقنيات الحديثة والإضاءة يعني تطورت حتى في يعني صارت تستخدمها في تزيين المباني، في اللوحات الفنية، في عنا مهرجان الإضاءة في الشارقة، إذا بتلاحظوا تلوين المباني وتلوين المباني الحكومية والمساجد. صح. في الشارقة، فهي صارت تعطي طابع ديكور وطابع تزيين، مش بس يعني نستخدمها كإضاءة منازل، فصارت تستخدم في التزيين وفي التلوين كمان. مع تطور الإنسان، يمكن أكد على نقطتك أستاذ محمد، مع تطور الإنسان يعني صارت الحاجة للإضاءة مو بمجرد فقط إنارة المكان، لكن صارت حاجة جمالية وأيضا مكملة في عالم الديكور. خبرنا أستاذ محمد، كيف ممكن أنا أضمن جودة الإضاءة عندي في المنزل أو في المبنى أو في غيرها من الأماكن، لكن في نفس الوقت أقدر أدخل لمسات جمالية؟ هلأ الإضاءة يعني في المنازل لازم أول إشي المصدر الإضاءة نعتمد كمان على المصادر الطبيعية اللي هي عن طريق فتحات النوافذ في المنزل والشبابيك. يعني هاي برضو إشي مهم كمان لتوفير الطاقة كمان الكهرباء. وكمان في الديكور، يعني إحنا في الديكور استخدام الإضاءة، في أكثر من نوع إضاءة لازم تكون مريحة للنظر، مريحة للجلوس. مثلا إضاءة غرفة النوم تختلف عن إضاءة المجالس، المطابخ، غرف الدريسنج روم وهي الشغلات. فبدك يعني تختار الإضاءة المناسبة حسب المكان، وتوزيع الإضاءة يكون مناسب يعني مش عشوائي. نعم، نشوف بعض اللقطات أو شفنا في الشاشة بعض اللقطات عن صور
غرف النوم، صور المنزل، المطبخ بشكل عام، وعن أنواع الإضاءة وأشكالها كذلك. نتكلم عن المعايير اللي من خلالها يتم اختيار الإضاءة المناسبة لهذا المكان. هلأ المعايير زي ما قلت لك حسب المكان. نعم. يعني بدك تختاري، في عنا الإضاءة اللونها الصفراء، في إضاءة LED، في الإضاءة اللونها فاتحة اللون الأبيض بتكون. هلأ المطبخ مثلاً بالنسبة للمطابخ بتكون الإضاءة فيها مريحة على أساس عملية الشغل والطبخ في المطبخ، بتكون إنارة مريحة في العين، فبدنا نختار الإضاءة المريحة. والإضاءة الطبيعية كمان مصدر مهم في المطبخ. وخزائن مثلا غرف النوم تكون الإضاءة، نختار الإضاءة الهادية تكون فيها سواء للنوم أو للقراءة ولا هالشغلات. فاختيار الإضاءة لازم يعني يكون مناسب للمكان اللي بدنا نحط فيه أو حتى مناسب للنشاط اللي الواحد يمارسه. أيوه. في هذا المكان. أستاذ محمد، تكلمنا عن 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 التطورات في الإضاءة وكيف أنها أصبحت حاجة جمالية، لكن اليوم صارت أيضا تلبي حاجة بيئية، استخدامات الإضاءة أيضا. نتكلم أيضا عن هذا التطور في هذا الجانب من الإضاءة. هلا بالنسبة للبيئية صار عندنا في مصدر الإضاءة عن طريق الطاقة الشمسية، أكيد بنعرفها اللي صار نستخدمها في إضاءة الشوارع، في إضاءة الحدائق والمنازل، برضو في أي مكان يعني هون حتى إحنا بنستخدمها في إضاءة عكسات الشوارع أي مكان يعني. فالإضاءة الطاقة الشمسية هي المناسبة للبيئة كتير، وما بتستهلك طاقة وما بتستهلك يعني ما إلها كوست على الإنسان يعني، من الشمس بتكون. نعم أستاذ، في المنازل الحديثة نلاحظ أن يستبدلون الجدران بالزجاج، ويعتمدون على أشعة الشمس، الأشعة أو الإضاءة الطبيعية. هل ممكن المزج اليوم ما بين الأشعة الطبيعية ومن الإضاءة اللي نحن نستخدمها؟ أكيد طبعا، يعني الإضاءة الطبيعية فتحات هاي بتوفر علينا طاقة وبتوفر على مالك البيت كهرباء، حتى يعني المنظر الطبيعي للبيت، استخدام الزجاج والفتحات والنوافذ، حتى الأسقف يعني بيعملوا فيها صاروا فتحات في البيوت، يعني هاي مصدر مهم ومريح للإنسان يعني في بيته. نعم. بالنسبة حق الأنظمة الذكية، الإضاءة الذكية، لو نتكلم عنها أكثر وكيف ممكن أو كيف التطور وصلنا حتى نوصل لمثل هذه الأنظمة الذكية في الإضاءة؟ الإضاءة الذكية صارت نستخدمها في الديكور بشكل كبير. صار في إضاءة يعني البيت بتقدر تتحكم فيه عن طريق الريموت في الإضاءة، كنترول، كله كنترول او سنسور او شيء عن طريق الموبايل، عن طريق ابلكيشن على الموبايل. في اجهزه صار تركب فيها بتتحكمي في الاضاءه، بتتحكمي في الصوت، بتتحكمي في التكييف، اي شيء في البيت بتتحكمي فيه عن طريق تليفونك. حتى اعطانا يعني امكانيه جدا ذكيه ان احنا نتحكم في درجه سطوع، نتحكم في درجه هذا، فصار ايضا يعني بدل ما الواحد مثلا يحط اضاءه معينه في الغرفة ويقعد مثلاً ما تناسبه ويغيرها، حين يقدر بس بلمسة أنه يزيد من سطوع الغرفة إذا مثلاً كان المكتب في الغرفة أو مثلاً إضاءة مناسبة للقراءة، أو يخفض الضوء حتى اللون كمان، يعني لون الإضاءة بتقدر تتحكم فيه يعني. صحيح، تغير الألوان. بالنسبة للابتكارات في عالم الإضاءة، يعني أعتقد أن الإضاءة اليوم أصبحت جزء لا يتجزأ من الديكور نفسه، وشفنا على الشاشة قبل شوي أشكال كثيرة وأنواع كثيرة. نتكلم عن الابتكارات وأحدثها بعد. هلأ أحدث الابتكارات هي الإضاءة، يعني كل سنة عن سنة أو كل فترة بتلاقي شغلات جديدة. صحيح. يعني أشكال إضاءة جديدة سواء للبيت سواء للمكاتب لهاي. فأحدث الإضاءة هلأ صارت يعني أتوقع الإضاءة LED، صارت اللي هي أشكالها حلوة تستخدموها، صاروا في السيارات وفي المنازل وفي أي مكان يعني، اللي هي إضاءة LED والسبوتلايت. فما في إشي معين يعني إنه أحدث إشي، فالإضاءة كل سنة عن سنة بتتطور أكثر، سواء بطريقة شغلها، طريقة ألوانها، طريقة صناعتها بتتطور.
تمام. طبعا استاذ عرفنا على مجموعه مختلفه او كيف تطورت الاضاءه من السنه، وكيف احنا نتوقع ايضا مع هذه الايام بنشهد يمكن نوع تطور كبير. جديد وكبير في الاضاءه، سواء من الناحيه الجماليه او حتى من ناحيه التقنيات الجديده في مجال الاضاءه. شكرا لك استاذ محمد نبيل دنون، مهندس ديكور، على هذه المعلومات. الله يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه.